اليوم الحملة مال التعقيم والتعفير مال المفرزة الطبية التوعوية واتحاد الطلبة تحولت إلى حملة لأجلكم بالتبرعات والفلوس اللي وصلتوها المارشال. اليوم وصلنا لمنطقة جسر ديالي لأن العوائل هنا كلش مضررة وحالتهم حالة، وخلي أخوتي هنا يكملون الشافة هنا اليوم. الحشيلة. طبعا هاي المنطقة احنا من جينا عليها كان اكو فد اتصال هاتفي، جانا اتصال استغاثة لان هاي الازمة اللي موجودة حاليا ومنع التجوال اللي صاير، اكو هواية عوائل مضررة بسبب هذا المنع، لان موجودة هنا عوائل عندهم ناس كسبة، ناس يعتاشون على القوت اليومي او العمل اليومي. من جينا هنا شفنا حالات، يعني انا ما دا اعرف شلون هاي الحكومة مستمرة، وشون هذه الحكومة عندها شرعية أصلاً وموجود بشعبنا هيك ناس، ناس متأذية، ناس تعبانة، ناس ما عندهم معين، ناس ما عندها راتب، ناس ما عندها حتى أكل تأكل. طبعاً هاي المنطقة من دخلنا عليها لقينا الشباب هنا حيدر، ولقينا عمو بحيدر وعلاوي جامعين بيناتهم فلوس ومشترين شغلات تعقيم ومسوين سيارتهم يعقمون بها المنطقة. طبعا مشكورين على هذا العمل. احنا مستمرين حملاتنا التوعوية الطبية والتوعوية والتعفير، ومستمرين بحملات المساعدات، لان احنا كلتنا عراقيين، احنا كلتنا ايد وحدة. المفرزة الطبية التوعوية واتحاد طلبة بغداد باقين وصامدين. النقطة الأخيرة اللي بتنوى عليها أنه تبرعاتكم سمراء تبرعات المارشال ممكن نغطي أكبر عدد من هاي العوائل اللي بهذا الوقت الحرج حاليا هم حرفيا تقدر تقول ما عندهم مصدر قوت اليومي أنه يمشون وضعهم. فبهاي تبرعاتكم نقدر نغطي أكبر عدد ممكن.